في هذه الإطلالة القرائية الجديدة اخترت كتابين. أما الأول فعنوانه قطر الندى وبل الصدى لمؤلفه ابن هشام الأنصاري المتوفى سنة 761 هجرية. وأما الكتاب الثاني فعنوانه طائر الشعر القرير خلفان بن مصبح لمؤلفه عزة عمر. لكننا نبدأ من اللغة والنحو من هذا الكتاب قطر الندى وبل الصدى الذي يعتبر مرجعا مهما ونموذجا ساطعا للكتاب التعليمي الوافي المفيد للطلاب على اختلاف مستوياتهم وخاصة المستوى الجامعي. ليس من شك أن التراث النحوي الذي تركه أسلافنا نفيس غاية النفاسة، وأن الجهد الناجح الذي بذل فيه خلال الأزمنة المتعاقبة جهد لم يتهيأ للكثير من العلوم المختلفة. وقواعد اللغة العربية وصلت إلى حد الكمال، نضجت وما احترقت أو استقرت على حالة، رسخت في الأذهان وثبتت في القرائح، وبهذا سهل على واضعي قوانينها وحفاظ موادها أن يحيطوا بأطرافها ويأتوا على كل جوانبها. من هذا المنطلق يأتي كتاب ابن هشام الأنصاري هذا قطر الندى وبل الصدى، ككل مصنفاته التي تبوأت مكانة سامية بين مصنفات قواعد اللغة العربية. ما يقدر ذكره هنا أن حلقات العلم في مصر والشام خاصة تنافست على هذا الكتاب التعليمي، وجنح إليه معظم الدارسين والمدرسين، وتنافس الباحثون والمصنفون على خدمته. لهذا الكتاب أكثر من 20 شرحاً، وله أكثر من 20 مخطوطاً، وله قديماً طبعات كثيرة تجاوزت 20. ومن هنا جاءت عناية الدكتور عدنان العظمة في إعداد هذا الكتاب وشرحه من خلال مجموعة أمور، منها إيضاح القواعد وحذف ما أمكن من الاستطراد والتكرار الحاصل من تقسيم الكتاب إلى نص وشرح وغير ذلك. وتوج هذا العمل جهود الدكتور محمد علي سلطاني الذي ساهم في استبعاد بعض مسائل النحو الخلافية، وأغنى الكتاب بالشواهد القرآنية المناسبة للدلالة على القواعد المقصودة وتثبيتها بربطها بالمحفوظ القرآني، واستقصى إعراب الشواهد عامة الشعرية والقرآنية، فجاء وافيا لتحقيق المراد منه في تكوين ثقافة نحوية للطالب بقوة، وإعداده للارتقاء بجدارة إلى فهم النحو بيسر وسهولة. هذا الكتاب الذي انتهج أسلوباً ميسراً مقبولاً لطلاب النحو في المرحلة التمهيدية للدراسة الجامعية، على كثرة حسناته كما يقول مقدمه لم يخلو من مآخذ ثقل أمرها على الطلاب، الأمر الذي دعا إلى تهذيبه إبقاءً على حسناته. من هذه المآخذ مثلاً دخول الكتاب في الخلافات النحوية التي يعود عهدها إلى أيام نشأتها بين البصريين والكوفيين بعدما استقر الأمر في شأنها، كالخلاف في فعلية نعمة وبئس وعسى وليس وغيره، واهتمامه باللغات القليلة مما لا يقاس عليه، والإقبال على شواهد الشعر حين تكون الشواهد القرآنية وفيرة مبرأة من الشك، وكذا عدم التحرج في تقديم شواهد من الشعر ذي المعاني المحرجة، إضافة إلى إغفال شواهد قرآنية كانت وافية بالمراد. وفي كل الأحوال فإن هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي تقدم فائدة عظيمة لطلاب اللغة والنحو ومساعدتهم على إتقانهما بيسر وسهولة. كتاب قطر الندى وبل الصدى المؤلف ابن هشام الأنصاري من إصدارات دار العصماء دمشق سوريا.
الكتاب الثاني جاء ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، ويتحدث عن شاعر إماراتي عاش في زمن أبي القاسم الشابي، وتوفي مثله شابا صغيرا لم يتعدى 23 من عمره، وعلى هذا فهو يعتبر ضمن كوكبة شعراء العمر القصير. إنه طائر الشعر القرير خلفان بن مصبح. تحليل الخطاب الشعري للشاعر خلفان بن مصبح هو موضوع هذا الكتاب، الذي درس فيه الناقد عزة عمر شعر وحياة واحد من أهم الشعراء العرب الذين ماتوا شبابا، ولكنهم خلفوا نتاجا أدبيا وشعريا متميزا وثريا ينم عن موهبة حقة أصيلة متفردة عن غيرها بسمات وخصائص تضعها بين الكبار بالرغم من عمرها القصير. وشاعرنا لم يشتهر عربيا، فقد عاش في جغرافيا محاطة ببحر ورمال وكذا لابتعاد المسافات وانقطاع التواصل حينها، لكنه لم يقل إبداعا عن مجايليه من الشعراء العرب، سيما وأنه ترك عددا من القصائد التي يمكن الإشارة والإشادة بها. كما ذكرنا آنفا، توفي الشاعر خلفان بن مصبح مبكرا، وكانت وفاته نتيجة مرض السل، ولم يتسنى له يومها جمع أشعاره في ديوان، فضاع بعضها واحتفظ أهله ببعضها الآخر، إلى أن تم جمع أشعاره في ديوان صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1990. كان عنوان الطبعة الأولى من ديوانه الشاعر الجامح خلفان بن مصبح، وقد صدرت بعناية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ثم تم طباعته طبعة ثانية خاصة من قبل دائرة الثقافة في الشارقة عام 2004 تكريما ووفاء للشاعر بعنوان ديوان خلفان بن مصبح. والملاحظ تنوع الموضوعات الشعرية في الديوان، ويمكن للباحث تصنيفها إلى النظم المعتاد مع رغبة واضحة في التجديد، تجديد الموضوعات والأوزان، واهتمام بشعر الحب والتعبير عن معاناة المرض والأقدار، بالإضافة إلى اهتمام الشاعر بشؤون الحياة الاجتماعية المرتبطة به. يقول خلفان بن مصبح في إحدى قصائده: طروب يناجيه الصبا ويهزه إلى الحسن شوق في هواك عظيم، تعلم من عينيك حبا فزاده غراما وأضحى بالعيون يهيم. يتتبع الكتاب سيرة الشاعر خلفان بن مصبح وملامح التجديد في شعره واهتمامه بالنزعة الرومانسية، ثم يتوقف عند شاعرية المعاناة والألم والقلق الوجودي وصولاً إلى تقنيات النص الشعري، ويختتمه المؤلف ببعض النصوص الشعرية لشاعر رحل شاباً ولكنه ترك شعراً يضعه بين كبار الشعراء العرب. خلفان بن مصبح، طائر الشعر القرير، تحليل الخطاب الشعري، المؤلف عزة عمر، ومن إصدارات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، الإمارات العربية المتحدة.